انت تنتج 60 مليون لتر ولا كولكت 8 مليون. شوف الدوله الدعم اللي تقدمه لانتاج الحليب في كامل المستويات وكيلحق لا كولكت باش نستعملوه في التحوير نوطامون، نجمعوا غير 8 ملايين قليل، نجمعوا اكثر تنقص في الفاتوره تاع استيراد الحليب. كي نقول هنايا سي با اونيكمون بروبر عند فلا، سي فالابل بور توت لي ولايات، مي اوروزمون كو دون دوطر ولايات لا كوليكت اللي ال اريف بارفوا جوسكا 60% لا برودكسيون. بوركوا؟ باسكو لا فيليير منظمه. منظمه. لاسوسياسيون اكتيف، لي كوبيراتور اكتيف، منظمين يقدروا يجمعوا تقريبا كل الحليب اللي ينتجوه. انا على 8 مليون، اون دوا سبوزي دي كاستيون. وهذه تبعتكم. هذه نورمال انتوما تقعدوا اوتور دون طاب تلموا لي بروديكتور كوليكتور قالوا راهي واصله بوركوا. لازم نكونوا واقعيين، ما هو السبب اللي اليوم عندنا هذا الشاب تاع القاعيتينا؟ قال لك يا ودي هذا البقري راهو هذو اللي راس لوكال، وهذ الناس اللي عندهم لي بروديكتور نتاعنا دركا ثلاث بقرات واربع بقرات راهم ما يبيعوش الحليب، راهم يحبوا يمدوه غير للعائلات والسكان. شوف الحاج يمدوا 20 مليون، يمدوا 30 مليون مما و 30 مليون وحده اخرى. يا بروبليم اون دوا سو سونتير انتربولي. لازم نقولوا نطرحوا مشكل. تصور تكون عند فلا ولايه جاورها وكل ولايات الوطن. نقدروا تعرف شعرنا ننتجوا؟ رانا ننتجوا اكثر من 3 ملاير لتر حليب في السنه. 3 ملاير. من اون نجمع كوليكت ك 800,000 700,000 اونكور بالك موان كسا 600,000 وباقي وراه. نلجؤوا للبودره. عندنا دور انتم كغرفه عندكم دور، كفلاحين عندكم دور، كسلطات ولائيه سلطات عموميه بصفه عامه عندنا كلنا دور. لازم نسقسوا علاش في ولايه نجح؟ لان لو ديسبوزيتيف منظم ومسيطر عليه متحكمين عليه. في ولايه واحده اخرى ماناش متحكمين فيه باسكو اون ميتريز با لو سيركوي اون ميتريز با لو ديسبوزيتيف.